وما استشهد الإمام الحسين عليه السلام ليموت وينسى ويهمل وينتهي أو يهمش، إنما استشهد ليبقى ويذكر ويكون محل ذلك لحاجة الحياة إلى أن يبقى الحسين وأن يذكر، ويكون محل نظر الأجيال ومحط أملها، ويدوم ويأخذ موقعه في الصدارة، يقود هذه الأمة على طريق ربها، ويأخذ بها إلى هدايات السماء ومنهجها المنقذ، ويصحح إرادتها وينقذها من محاولات الوأد، ويثير في داخلها شوق الحرية والاعتزاز بالكرامة ويخلصها من الصبر السلبي على الظلم والتخلف وأسر الذل، ومن هزيمة النفس في طريق الحق، ومن استحواذ النفس على صاحبها بالباطل، ويحميها من الاستجابة للمغالطة في الفهم والتضليل، ومن تسلل أي فهم مزور للإسلام إلى عقليتها أو نفسيتها وواقعها العملي. ولقد جربت دول وممالك أن تميت ذكر الحسين عليه السلام، واستعملت في سبيل ذلك أسباب القمع المختلفة، وباءت كل محاولاتها بالفشل. وكما أن كل المحاولات لإخفاء صوت الإسلام وإطفاء نور الله فاشلة، وإطفاء نور الله في الأرض فاشلة، فكذلك هي المحاولات التي تستهدف ذكر الحسين عليه السلام وقضية الحسين ونور وهدى الحسين وثورة الحسين وصرخة الحسين عليه السلام. أبد والله ما ننسى حسينا، 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 أبد والله ما ننسى حسينا. إن ننسى الحسين فقد نسينا الإسلام، إن نسينا الحسين فقد نسينا عزتنا، إن نسينا الحسين عليه السلام فقد نسينا قيمة حريتنا. لا ننسى الحسين أبدا. أبداً 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 لن ينسى الحسين، لن ينسى الحسين عليه السلام. يمكن أن ينسى الحسين عليه السلام في فرد واحد، في حال واحدة، حالة أن يكون الإسلام نسياً منسياً، وهذا مستحيل بحكم الفطرة وبحكم وعد الله سبحانه. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. 32 من التوبة. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. 8 و9 من سورة الصف. والشيء المؤسف الذي لا بد من شجبه واستنكاره من جميع المسلمين وأهل الضمائر والعقلاء في هذا الوطن ما جرى من استهداف واضح وإساءة صارخة لإحياء هذا الموسم العاشورائي في البحرين، وتضييق فوق ما كان للحرية الدينية، واستفزاز لمشاعر الضمير المسلم، ومعاداة من قبل الجهة الرسمية للمراسم الحسينية، وكلمات منقولة عن الإمام الحسين عليه السلام، وشعارات من شعاراته، وما يذكر بمأساته، ويمثل مظهرا من مظاهر التحزن على مصرعه الشريف ومصرع الكرام من أهل بيته وأنصاره، كعلم أسود ينصب هنا أو هناك ولو في مواجهة مأتم. استدعي خطباء
ونادبون ومنشدون ورؤساء مآتم، وجرى التحقيق والمحاسبة لشعار من شعارات الإمام الحسين عليه السلام المنقولة عنه لآية قرآنية تلاها الخطيب، تلاها خطيب لعلم أسود أسود، لعلم أسود تكفل شخص بنصبه، ووصل الأمر إلى حد الاعتقال كما في حالة سماحة السيد كامل الهاشمي. هذه لغة عملية، هذه لغة عملية، هذه لغة عملية أصرح من اللغة اللفظية في الحجر على الحق الديني، على الحرية الدينية، على حق مقرر على مستوى الميثاق، وحتى على مستوى الدستور المختلف عليه، على حق أثبته التاريخ العملي الطويل الشاخص على هذه الأرض. هذه مواجهة صريحة لشعيرة إحياء عاشوراء التي هي محل اعتقاد مذهبي ثابت لمكون رئيس من أبناء هذا الشعب الكريم. بدأت المواجهة الشرسة لإحياء هذا الموسم قبل أن تظهر مواكب العزاء إلى الشارع وفي بدايات الموسم، وكل هذه المواجهة ولا جديد هذا العام في إحياء عاشوراء ولا خروج فيه على المألوف في الموضوع ولا استفزاز من قبل الشعب. أهذا عنف أو ليس بعنف؟ أهذا إرهاب أو ليس بإرهاب؟ ثم هو عنف دولة أو شعب؟ إرهاب دولة أو شعب؟ ألا يحتاج هذا الإرهاب والعنف إلى الاستنكار والشجب والإدانة من كل مواطن غيور ومنصف يؤمن بالحق والعدل، ومن كل دولة تنادي بحق الحرية الدينية واحترام الإنسان؟ ثم ألا يقنع هذا التعسف في التعامل في مسألة الحقوق والحرية الدينية، ألا يقنع هذا بضرورة، ألا يقنع هذا كل دولة من الدول التي تنادي بالحرية وتنادي بحق الشعوب وبكل مؤسسة من هذه المؤسسات؟ ألا يقنع الجميع، ألا يقنع هذا الجميع بضرورة الإصلاح الجدي والعاجل؟ وعن الإحياء مرة ثانية، صار على الشعب في نظر الناحية الرسمية ألا بد من التفكير في إحياء من مستوى مقبول غير مزعج لها، وحتى يكون كذلك حسبما تشير إليه الموضوعات التي ذكر أن التحقيق جرى بشأنها، أن يتحدث عن حسين آخر غير الحسين حتى نحيي عاشوراء إحياء ترضى به الناحية الرسمية. صار علينا أن نتحدث عن حسين غير الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام، أن يتحدث عن حسين آخر غير الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام في إيمانه بالله وحاكمية الله وألوهيته وحده، وفي إبائه وعزته وفدائيته وتضحيته، وعن شعارات على خلاف شعارات ثورته. ولا بد أن يبحث عن قرآن آخر كذلك غير هذا القرآن، غير هذا القرآن المعروف عند كل المسلمين، والذي لا قرآن لنا جميعا غيره، عن قرآن خال من مثل قوله تبارك وتعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ومن كل آية أخرى يمكن أن يتهم فيها الخطيب أو غيره بأنه يقصد بها التعريض بالسياسة القائمة ويسقطها عليها، فكيف يجوز للمؤمنين أن يكذبوا على الحسين عليه السلام وأن يستبدلوا عن حسين، عن الحسين العظيم، عن الحسين الصدق بحسين مكذوب، وعن القرآن قرآنا آخر من عند أنفسهم، أو يتخلوا عن تلاوة كتاب الله، كتاب ربهم العزيز الحكيم؟ وعلي أن أؤكد هنا
أنك كل هذه الأمور أن كل هذه الأمور المستفزة لا ربط لها مطلقا بالعلاقة بين الطائفتين الكريمتين في هذا البلد، وما يجب أن تكون عليه من احترام متبادل ورعاية لحق المسلم على أخيه المسلم وتعاون بينهما في سبيل الله وصالح المجتمع والإنسانية.